تالت نقطة معانا النهاردة، أنا عايزة أكمل معاك وتنسيق السمات عشان نشوف إزاي لما بنغير السمات بيغير الملف كله، وهنتكلم على النافيجيشن بانل كنا اتكلمنا عليها قبل كده. يلا بينا نشوف الدرس. طيب تعالوا بينا برضو نعمل كده شوية تغييرات نحسن من الملف بتاعنا. احنا نروح بيج بوردر، والكالر ده هخليه برضو نفس اللون ده، ممكن بقى شوية ايه، انا في الشادو ممكن اتخنه بقى شوية مثلا كده وادوس اوكي. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن التكست بقى الاصلي، يعني احنا لو وقفنا هنا في النص ورحنا على الهوم هنلاقي دي حاجة اسمها النورمال اللي هو الخط العادي، التكست نفسه بتاع الملف كله. احنا لو غيرنا فيه هيتغير، يعني لو جينا هنا وقفنا عملنا تغيير بس على جزء صغير من الخط على ده مثلا وعملنا ابديت هنلاقي اتغير في كل ملف مرة واحدة. فتعالوا بينا، ما تقلقوش ان هو متعلم على المقدمة هنا، دي بدام جوه تكست بوكس مش هيأثر فيها. طيب تعالوا بينا نختار فونت تاني مثلا، نختار الفونت ده، خلي بالكوا اللي اختلف هنا بس بقية الملف ما اختلفش. طيب هنصغر الخط شوية، ندوس كنترول جيم كده مثلا، خليه 15 اوكي. هنا نقطة في نهاية الكلام، طبعا محتاجين بقى ان احنا نكبر المقدمة شوية عشان تبقى متناسقة، فهدوس كنترول دال انا لو جيت رحت هنا عند اللاين سبيسينج ممكن ازود بقى شوية اوكي عشان يبان الخط كله اهو، نزله شوية، ممكن اكبر كمان سنة اوكي انا شايفة كده مناسب جدا. البيج بوردر معلش انا كنت عايزة اعمله ازرق، اوكي كده زي لون المقدمة. طيب احنا هنا التكست ده غيرنا نوع الخط وغيرنا الخط وغيرنا الحجم بتاعه تمام، بس طبعا هنا المقدمة لو وقفنا عليها هتلاقوها طبعا ان هي معمولة نورمال، فعشان قبل ما نغير كله هنديلها ستايل جديد، فهنفتح هنا ونقول كريت ستايل ونسميها مثلا سايد تايتل مثلا، ندوس اوكي خلاص بقى دي كده خلاص اسمها سايد تايتل. فلما اجي اغير هنا النورمال ده المقدمة ما تتغيرش معايا، هاجي بقى هنا يكفي ان انا ابقى واقفة في اي حتة وادوس على السهم ده واجي جنب النورمال وادوس ابديت، هنلاقي الملف كله بتاعنا اختلف، اللي هو كل اللي كان متعلم نورمال اختلف. طيب هنحتاج بس نعمل تنسيقات سريعة. طيب هنلاقي هنا المقدمة كبرت كده لو جينا نغيرها، طيب لو علمنا عليها كده ورحنا لللاين سبيسينج هنلاقي الاندنتيشن اللي هي المسافة البادئة معمول ان في ايه مسافة بادئة، هنخليها صفر وهندوس اوكي. اوكي هنلاقي كده ايه الدنيا اتظبطت تمام. هنحتاج بس بقى ان احنا نعمل ايه، اولا انا عايزه اقفل كل الهيدرز كولابس اول هيدرز عشان اعدل بسهوله، فالهيدر ده طبعا هنجيبه كده من البدايه هوم، هدوس هوم وادوس مسافه كده، وهنا برضو نفس الكلام كل الهيدرز دي هغيرها كده اخليها تبدا من الملف وهدوس expand all. طيب هنيجي بقى للتكست نفسه، انا طبعا قصدي اجرب قدامكم عشان اوريكم ازاي احنا ممكن بسهوله نعدل في الملف بتاعنا. طيب وهنا طبعا السبيسنج بين السطور اختلفت،
اشيل ريموف. وهنا طبعا لو تفتكروا قلنا من باراجراف هنقول بيج بريك بيفور واوكي هنلاقيها جت في الصفحة التانية. نعلم بقى كل ده وايه تمام. لو جينا بقى هنا احنا ممكن نعلم كل الجزء ده كده ونغيره مرة واحدة. بس عايزة طبعا هنا الهيدرز اتغيرت، بس انا مش مشكلة معايا موضوع الهيدرز لان احنا زي ما قلنا بصورة ممكن نعمل كلابس ونغير الهيدرز لوحدها. احنا مثلا لو عايزين ندخلها لجوه شوية expand. عندي صفحة زيادة اقدر اشيلها علم كده. تمام هنيجي للجزء ده ونشيل طبعا الجاست فايل اللي كنا عاملينه خليها كده يمين. وهنشيل طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان يفضل الحاجات دي تكون معمولة من الاول عشان ما نقعدش بقى نعيد الشغل تاني ونعيد التنسيقات تاني. لما الحاجة بتتعمل مرة واحدة من الاول بتكون اظبط بكتير. تمام بس انا حبيت اوريكم ازاي احنا بنعدل على الشغل. مفيش مشكلة انا هنا هلاقي البيج نمبر راحت فمفيش مشكلة هعمل انسرت. ممكن اعمل دي وغير طبعا في الالوان. نعمل حاجة زي كده وغير هنا اعمل RTL run. اوكي وبرضو اغيره خلي مثلا الازرق ده واكبره. بس هشيل طبعا السبيسنج اشيل هنا المسافة البدء اخليها زيرو. وهنا هعمل مثلا بس دي اوكي. وهحط برضو الهيدر تمام. وهروح على الهوم واختار هيدر تكست اللي انا كنت منسقاه من قبل كده. اوكي نرفعه بس لفوق شويه. اوكي كده بقى عندي الهيدر وعندي الفوتر وترقيم الصفحات وظبطت كده كل حاجة.
بقلت دي ملهاش لازمة. اعلم كده تمام. انا كده ظبطت الملف بتاعي. اوكي عايزة افكركم بحاجة بس، ان انا لو دوست كنترول اف، لو فاكرين كنا من الهيدنج هنا نقدر نروح بسرعة لأي جزء من أجزاء الملف مادام إحنا معرفينه بالهيدرز. هيتضاف عندنا جديد هنا معلومات عن الكتاب، لأن هو إحنا ادينا له هيدنج 2 والباقيين هيدنج 1. تمام. معلش أنا خدت وقت شوية في إن أنا نسق الملف، بس أنا حبيت أعمل قدامكم عشان تعرفوا إزاي إحنا ممكن نعدل على ستايل. طبعا هنا دي برضو نقدر نعدلها بإن إحنا نروح قائمة فيو وهنجيب الاوتلاين، ومن قائمة ريفرنس هنجيب شو نوت، وهنختار اسبريتور. هنشيل بقى البيفور تكست، هنخليها زيرو الاندنتيشن دي، وندوس اوكي ونروح تاني للبرنت لاي اوت. بصوا هنلاقيها بقى اتظبطت. وهنا كمان لو علمنا عليهم ورحنا على line spacing، برضو نشيل الindentation من هنا تبقى زيرو وادوس اوكي. لو رجعت تاني بقى على print layout هنلاقيهم خلاص مكانهم اتظبط. بالنسبة للمسافة الكبيرة اللي بينهم وبين بعض السيبريتور والفوت نوت، برضو لو رحنا تاني للأوتلاين والريفرنس شو نوتس، هنجيب تاني السيبريتور بتاعنا ونعلم عليه كده. بصوا هنلاقي فعلا في مسافة بعد، فمن قائمة هوم نجيب اللاين سبيسينج تاني، هنلاقي ان في افتر ايه في 18 بوينت هنشيلهم، هندوس اوكي وهنروح على البرنت لي اوت، هنلاقي الدنيا اتظبطت معانا. اوكي يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، ويلا بينا نشوف النقطه الجايه.